يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل الطيبين الطاهرين. المحاضرة الأخيرة اليوم عندنا هي عملية ضرب المنتجعات. عملية ضرب المنتجعات. أنا وياكم الحد هاي المحاضرة بالنسبة للخامس علمي. ليش بس هاي المحاضرة؟ لأن هاي المحاضرة كلش قوية، أو هاي الفصل كله قوي بالنسبة للسادس علمي، واضح؟ لازم تصير ضغط ضغطة زينة ضغط عند السادس علمي، يفيدك بالرياضيات مال السادس علمي، ويفيدك بالفيزياء مال السادس علمي، كلش مهم هذا الفصل بالنسبة للسادس علمي، لذلك انطلق هذا الفصل، واضح؟ فصول الباقية يجوز لها علاقة بس قليلة بالسادس علمي، يعني نقدر نعطيها ملاحظة على السادس، بس هسه لازم تضبطهم السادس، لذلك انا وياك هنا لهي المحاضرة. ضرب المنتجعات، عملية ضرب المنتجعات. أكو نوعين من ضرب المنتجعات، الضرب النقطي وعملية الضرب الاتجاري. عملية الضرب النقطي والضرب الاتجاري، هسه راح نسوي المقارنة بينهم، بس أريدك وياي. الضرب النقطي شنو معناه؟ نضرب كمية متجهة في شوف النقطه، يعني هاي نقطه، واضح؟ في كميه متجهه تطلع لي كميه عدديه. اضرب كميه متجهه في كميه متجهه تطلع لي كميه عدديه. هذا يضرب ضرب النقطه. كميه متجهه يعني مثلا اضرب متجهه في متجهه يطلع لي رقم عادي، واضح؟ يعني مو متجه، ما يطلع لي متجه. الضرب الاتجاهي اضرب كميه متجهه في، شوف اتجاهي هاي عمليه كروس، واضح؟ في عم تميز بين النقطه نقطه، اتجاهي هذا الكروس، في كميه متجهه تطلع لي كميه متجهه. اضرب كميه متجهه في كميه متجهه تطلع لي كميه متجهه. يعرف متجه في متجه يطلع لي متجه ثالث عمودي على المتجهين. يعني شلون؟ يعني مثلا ضربنا اي في بي، متجه اي في متجه بي، واضح؟ طلع لي متجه سي، هذا متجه سي وين مكانه؟ نان عمودي على يمين على متجه اي وعلى متجه بي، هذا متجه سي. زين؟ شنو الفرق هنا؟ هنا ضرب النقطي، الضرب النقطي يطلع لك كمية عددية يعني رقم عادي، واضح؟ هنا الضرب الاتجاهي يطلع لك متجه، ما يطلع لك كمية عددية، يطلع لك شنو؟ متجه. هاي بالنسبة لنا النقطة الأولى، الفرق الأول. عند ضرب النقطي هو ضرب كمية متجهة، في كمية متجهة، إذا خرج لدينا كمية قياسية عددية، واضح؟ مقدارية. هنا الضرب الاتجاهي عند ضرب متجه، واضح؟ في متجه اخر راح يطلع لنا شنو؟ متجه ثالث. ايش في هذا المتجه؟ عمودي على المتجهين، زين؟ اللي تم ضربهم، واضح؟ هاي ضربنا متجه في متجه، صار عندي متجه ثالث عمودي على المتجهين. قانوني مثلا ضربنا اي في بي، قانون مالته شنو؟ اي مطلق ب تحت المطلق في كوساين ثيتا، زين؟ ضرب النقطي شاف كوساين ثيتا، قانونه ركز وياي، اي في ب ايش راح يصير؟ متجه اي في متجه ب في ساين ثيتا، قانونه شنو بهنا؟ ساين، وهنا قانونه شنو؟ بكوساين. ركز وياي، النقطي ياخذ الكوساين، الاتجاهي ياخذ شنو؟ الساين. بس ركز وياي، هاي الزاويه شنو هي؟ هاي الزاويه شنو هي؟ هذه الزوايا، هاي الزاويه التي تكون بين المتجهين، المتجهين. يعني مثلا عندك متجه اي وعندك متجه بي، الزاوية بيناتهم واضح؟ الزاوية بيناتهم. هسه قانون شنو؟ النقطة ياخذ الكوساين،
وبعد والاتجاه الشاطئ ياخذ السالب. هنا عملية شبيهة عملية دالية، يعني بها خاصية للدال. يعني شنو؟ يعني نقول مثلا متجه A في متجه B، عادي إذا قلت متجه B في متجه A، عملية دالية. هنا المصدر ليست عملية دالية، يعني مو مصدر، يعني متجه A في متجه B إذا أردت تعكسن، إذا أردت تعكسن تقول A في B أو B في A، بالعكس لازم تحط له سالب، مو إبدالي. واضح؟ زين، مو إبدالي، عملية ليست إبدالية. زين، هاي خلصنا من عندنا أيضا. هسا أولا شنو؟ أنت ضرب متجه في متجه يعطيني كمية عددية، أنت ضرب متجه في متجه يعطيني متجه ثالث. هاي خلصنا من عندنا. قانون بي كوساين، قانون بي ساين. عملية إبدالية، عملية غير إبدالية. والملاحظة هنا بسيطة، لأن المتجهات، المتجه الضرب الاتجاهي لتحديد اتجاه، لتحديد اتجاه المتجه الثالث، هذا المتجه الثالث، يجب استخدام قاعدة الكف اليمنى. حتى احدد اتجاه المتجه الثالث لازم استخدم قاعدة الكف اليمنى. مثلا عندك هذا المتجه مثلا A و B، وعندك هنا متجه B و A، بس ركز هي سهل الشغل. هنا عندك A في B، دائما A في شنو؟ في B، متجه A في متجه B، بس ركز. هنا شنو عندك؟ متجه A لو مصابيع بيش بديت بالA، بدي من الA ورحت للB وياي قاعدة كف اليمنى، وبيش بديت هنا A وين تروح للB، اصبعك من صار فوق، اذا المتجه الثالث راح يصير فوق، هذا متجه C. بعد تقول وياي بيش بديت بالA وين لو مصابيعك للB، اصبعك من صار جوا، اذا المتجه الثالث جوا. فحسب منه قاعده الكف اليمنى، مو كيف يحط المتجه الثالث فوق لو جوا، حسب قاعده الكف اليمنى سهله. انت بيش تبدي بالA وتلف اصابعك لمن؟ للبي. الابهام يشير للمتجه الثالث، يعني انا بيش ابدي هسه بالA، الف اصبعي وين؟ ويا البي، بديت بالA، الف اصبعي وين؟ على البي، وياي؟ على البي، اصبعي وين صار؟ لي فوق، إذا المتجه فوق. بيش بديت بالA، الف اصابعي على اليمن على البي، اصبع وين صار؟ لي جوا، الابهام وين صار؟ لي جوا، إذا السي جوا. هاي حسب قاعدة الكف اليمنى، حسب قاعدة الكف اليمنى حددت. أجل المجموعة مالتنا هي المجموعة الأخيرة اللي تخص ضرب المتجهات. المجموعة الثالثة ضرب المتجهات. أولا إلى طلب الشغل، إذا طلب من عندك بالسؤال الشغل، إذا طلب الشغل شو تقول له؟ دبليو يساويني، دبليو يساويني القوة، القوة هي وحدتها نيوتن في الإزاحة، الإزاحة اللي وحدتها متر في كوساين في، يعني شغل يدفع اياه ضرب النقطة، ليش؟ لأن أخذ كوساين ثيتا. هذا طالب عندك شغل القوة في الإزاحة في كوساين ثيتا، تدري على هذا القانون ترى مهم. هو الشغل شنو هو؟ الشغل هو شغل أصلا قوة في الإزاحة، إيش ماخذ يعني؟ تبهني على هذا القانون ترى مهم، حتى بالسادس يفيدك مهم. الشغل هو القوة في الإزاحة في كوساين ثيتا، ليش؟ لأن ضرب النقطة. دائما شغل الوحدات مالته جول، هذا الشغل.
إذا طلب من عدة الشغل، واضح؟ الشغل اللي هو بداية مادة جول يساوي من القوة في الإزاحة في كوساين ثيتا. ركز على الملاحظة الثانية، إذا قال محور دوران، إذا قال لك شنو بالسؤال؟ محور دوران، فإننا نستخدم قانون العزم. شنو قانون العزم؟ اللي هو القوة في الذراع، يعني في الإزاحة، القوة في ذراعها. ما أخذها في الثاني المتوسط مع العتلات، واضح؟ العزم هو شنو؟ القوة في ذراعها. إذا قال محور دوران، شو وقت يقول لك بالسؤال محور دوران، يعني أكو في محور دوران يدور عندك، يعني عندك مفصل وجاي يدور وياي محور دوران، فإننا نستخدم قانون العزم اللي هو شنو؟ القوة في ذراعها. ويكون الضرب اتجاهي، هذا اتفاق، يكون الضرب اتجاهي. يعني شلون؟ هسه عندك قوة في ذراعها يساوي القوة في الإزاحة اللي هو الذراع في ساين الثيتا، في ساين الثيتا، واضح؟ هاي هي القوانين مالتها. بقى مثلا يقول لك ملاحظات هاي لك، يقول لك مثلا متوازيان، يعني متجهان متوازيان، الثيتا بيناتهم صفر، اذا قال شنو متوازي، يعني اكو توازي، يعني شنو الاي يوازي بي، ايش قد الثيتا مالته؟ صفر. اذا قال لك متعامدان، يعني المتجهان متعامدان، يعني اي عمودي على بي، ايش قد الزاويه العموديه؟ 90، يعني ثيتا 90. ودائما خلي ببالك ساين الصفر صفر، كوساين الصفر واحد، خلاص عليه ساين 90 واحد، وكوساين 90 صفر، 90 عكس الصفر. خليني ببالك، لازم تحفظهم، سبب الرياضيات لازم الطيار كلهم وتحفظهم، لازم الرياضيات الطيار كلهم تحفظهم. على مود تصعد السادس تستخدمين هواية، استخدمين هواية مثل إن شاء الله. نجي المثال الخامس، المثال الخامس بالتكرار. أثرت قوة مقدارها 40 نيوتن، أثرت قوة مقدارها 40 نيوتن باتجاه يعني الثيتا 37 درجة فوق الأفق، فحركته إزاحة مقدارها 10 متر باتجاه الأفقي. احسب مقدار الشغل الذي تبذله، احسب مقدار الشغل الذي تبذله، علما ان كوساين 37 درجه يساوي لنا 4 على 5 او 0.8 كيف؟ حسب يطير هو بعد. تدري هنا من عندي الشغل، هذا المثال الخامس، المثال الخامس كتاب موجود عندك بالكتاب، المثال الخامس. تدري من عندنا هنا الشغل؟ حتى بس هيجي الغرض التمثيل، يعني هذا جسم عم تفهم، هذا جسم سلطت عليه قوة هيجي هاي القوة بزاوية 37 جرته هيجي حركته إزاحة قد 10 متر، جرته المسافة 10 متر. المهم هذا رسمة إعجازية. ايش طلب من عندك؟ الشغل شنو قانونه؟ القوة في الإزاحة في كوساين الثيتا، القوة شقد؟ 40 في الإزاحة شقد؟ 10 في كوساين. ليش حاط المطلق؟ حتى خاف يعطيك سالب، انت تعوضه دائما موجود، واضح؟ المطلق يوفر السالب.
في كوساين يا ثيتا عندنا 37 37 درجة ويساوي 40 في 10 هاي 400 في كوساين 37 كوساين 37 او بوينت 8 او 4 على 5 كيف؟ اخذ السلسلة او بوينت 8 ركزوا وياي عوف البوينت 8 في 0 0 8 في 0 0 8 في 4 32 شكون رقم ورا البوينت 1 احسب 1 حط بوينت ما له داعي شو بقى عندنا 320 ايش دخلنا احنا الشغل شنو الوحده مال الشغل جول يا هيثم وحده الشغل جول يا هي المجموعه وحده مال الشغل شنو جول هذا بالنسبه للمثال الخامس اجي الساعه المثال السادس المثال السادس أثرت قوة مقدارها أثرت قوة مقدارها 150 نيوتن في نقطتين وباتجاه في نقطتين وباتجاه مقدارها المثال السادس وباتجاه مقدارها 30 درجة جنوب الشرق جنوب الشرق بعد والتي تبعد بإزاحة مقدارها بإزاحة نرجانة مقدارها 5 متر في نقطة أي من أي إلى من أي إلى خلينا نجي نجيب الكتاب على مدرسينك ورسم إن أعطيكم عم تفهموا بالسؤال المثال السادس أثرت قوة 150 نيوتن في العتلة عند النقطة أي هاي نقطة بي طبعا هذا الرسم هو ناضي وهذا النقطة أي هنا أثرت قوة جنوب الشرق هذا الشرق وهذا الجنوب هو بالنص جنوب الشرق واضح؟ هنا الزاوية ويا الشرق 30 درجة. ناطق هنا ايش قال لك؟ ولد تبعد محور عن المحور الدورامي بالبعد 5 متر. جد مقدار المحصلة واتجاهها. نريد المحصلة ونريد شنو؟ اتجاهها. والاتجاه. اسمع ركزني مرة ثانية بالسؤال. والتي تبعد عن محور الدوران. شنو طالع هنا كلمة شنو؟ محور الدوران. يعني بس ركز وياي، هذا الدوران. هذا محور الدوران. زين؟ أثرت قوة لجوة نزلت جوة. هذا مثل اليد مال الباب. اليد مال الباب مثل زر هيش مفتاح. واضح؟ هذا اليد مال الباب هي محور دوران. أثرت قوة عليها لجوة نزلت لجوة. بالضبط نفس الشيء. المهم احنا من العلاقة سب هذا الحكي. هنا شنو عندي؟ محور شنو؟ دوران ركز لي هنا بالمجموعة إذا قال محور دوران بس يقول لك بالسؤال محور دوران فإننا نستخدم قانون العزم اللي هو شنو؟ القوة في ذراعها والضرب شو يكون اتجاهي والضرب شو يكون اتجاهي يعني شو استخدم به؟ الساين ثيتا يعني القوة في ذراعها في ساين ثيتا واضح؟ ايش استخدمت هذا القانون؟ لان قال لي بالسؤال محور دوران، واضح؟ من يقول لك عتله ومحور دوران، يعني في عتلات ومحور دوران تستخدم القوه في ذراعها. هذا قانون شو اسمه؟ قانون العزم. بس هو موضح عليك بالكتاب ويساوي القوه ايش قد؟ 150. الازاحه ايش قد؟ 5 في ساين 30 ساين 30 اللي هي ساين 30 ويساوي 150 في 5 في ركز ساين 30 صغير مع صغير ايش يعطيني نص؟ نص يعني 1 على 2 1 على 2 او 0.5 نفس الشيء بتنتبه 1 على 2 او 0.5 نفس الشيء ويساوي
تريد تختصر هاي ويا هاي فبيها 75، تريد ما تختصر بكيفك عادي بعدين تقسم ماكو مشكلة. 75 فيها 5، 5 فيها 5 10، العفو 25، 5 فيها 5 25، 5 في 7، 5 في 7 35، و2 37، 37 تطلع هنا وحدات عزم، وحدات عزم يعني نيوتن في متر، واضح؟ نيوتن في متر اللي هو مرات احنا نقول عليه هاي وحدات عزم، يعني لانه ما عندك شيء محدد. هذا شنو عندك؟ نيوتن، اذا الوحده مالته نيوتن. ما شنو عندك؟ الازاحه متر، اذا نيوتن في متر. 375. يجي السؤال لازم مسائل الكتاب. فقط عندنا مسألتين. صفحة 25 مسائل الكتاب، مسألة رقم 2. مسألة رقم 2. ما مقدار الضرب النقطي للمتجهين؟ هو قال لي ان انا ضرب نقطي للمتجهين، هو هذا يا ضرب النقطي. ما مقدار الضرب النقطي؟ يعني شو نستخدم له الكوساين؟ اي في بي. للمتجهين اذا علمت ان الاي زيد مقدار 4 يونت والبي مقداره 5 يونت والشكل ناطيانا كلي علما ان هذا الشكل قدامك اللي هو واي وهنا اكس، هذا متجه بي وهذا متجه اي والزاوية من هنا لهنا 53 درجة والزاوية من هنا لهنا 113 درجة، 53 و 113. أجل سهل على حب الله ورسوله نشتغل ضرب النقاطي ما عندنا مشكلة. زين الـ A في B يساوي لنا مطلق A في مطلق B، ما يحتاج هاي بعد الفي. زين في كوساين الثيتا، في كوساين الثيتا لي جات R. زين بعد البي جات 5 بعد كوساين الثيتا، يا ثيتا هاي يا ثيتا، بس ركز هاي يا ثيتا، هاي الزاوية المحصورة بين المتجهين، هاي الزاوية الموجودة بين المتجهين، يعني هاي هاي الزاوية بس. ها شلون نطلعها؟ هي كلها ايش قد؟ بس ركز وياي، هي كلها ايش قد؟ هاي 53 زين؟ وهاي كلها ايش قد؟ 113. نقول 113 وخر من عندها ايش قد؟ 53 وخر من عندها 53، وخر يعني ناقص 53، عرفتين؟ يساوي 60 درجة. إذن ايش قد الزاوية؟ 60، كوساين 60. زين هاي الزاوية شلون نطلعها؟ هاي كلها ايش قد؟ 113، نوخر من عندها 113 درجة، نوخر من عندها من هنا 13 هاي، بس هاي الزاوية. واضح؟ كلها 113، وخر هذا المقدار اللي هو زيادة 53، وخر 53 درجة، قاعدة زيادة 60، 60 درجة، إذا كوساين 60، مو أي زاوية، واضح؟ مو أي زاوية، هاي الزاوية اللي بين المتجهين صايرة، ويساوي 4 في 5 في كبير مع كبير، زيادة نص. هاي تروح ويا هاي يقعد تبقى 2 ويساوي 2 في 5 10، 10 شنو؟ هنا اي في بي 10 يونت تربيع. ليش؟ لان هذا شنو الوحده مالته يونت، وهذا شنو الوحده مالته يونت، يونت في يونت، يونت تربيع. واضح؟
دون التربية. هذا بالنسبة لي سؤال. السؤال الثاني، السؤال الأخير عندنا بالمحاضرة اللي هو السؤال الثالث. السؤال الثالث، كل الأسئلة حليتها، كل الأمثلة حليناها، ويا كل مجموعة حل الأسئلة والأمثلة مالتها خاصة بالمجموعة. عندنا ثلاث مجموعات وهذا الفصل. السؤال الثالث، إذا كان متجه A يساوي 6 يونت، متجه A يساوي 6 يونت، وباتجاه الموجب وباتجاه الموجب بمحور X، ومقدار المتجه B، متجه B مقداره 4 يونت، باتجاه 30 مع محور X، باتجاه 30 درجة مع محور S، ويقع في المستوى الإحداثي XY. احسب حاصل الضرب الاتجاهي المتجهين. جاي عندنا هنا نريد حاصل الضرب الاتجاهي، يعني متجه A في متجه B الاتجاه هو داعين. ناكل بالسؤال الثاني ايش قال؟ حاصل ضرب النقاطي، راح استخدم القانون الكوساين. هسه ايش دايرين عندي؟ حاصل ضرب الاتجاه، يعني راح استخدم شنو؟ السامي. يلا وياي هسه متجه A هذا ويا محور السينات، هذا متجه A، ومتجه B بزاوية 30 ويا محور السينات، هذا متجه B زين بزاوية 30 ويا محور السينات، هذي المتجهين مالي. الثالث هو حاصل الضرب الاتجاهي، يعني A في متجه B ويساوي A B ساين ثيتا. ليش الساين؟ لأن اتجاهي، واضح؟ لأن اتجاهي. ويساوي A 6 في B 4 في ساين 30، الزاوية المحصولة بين المتجهين، ويساوي 6 في 4 صغير مع صغير نص، هاي يتروح ويازيد بها 2، 2 في 6 12، هذا من وين؟ A في B يونت بيونت يونت تربيع، يونت تربيع. هذا بالنسبة للسؤال الأخير الموجود عندنا بالمحاضرة. احنا مثل ما قلت لكم انه انا وياكم هنا خامس علمي. ليش طلبتوا هذا الفصل؟ على مود انتم تتقومون على الفصل هذا كله زين وتقروه زين وتهتمون بالملاحظات مالته.